رصد ما يحدث للإعلام وتجميع المعلومات في تقرير شهري هو بمثابة البلورة اللي بتكون البلورة المسحورة اللي بتكون للباحثين بتجمع عليهم معلومات مختلفة من مصادر معلومات مختلفة لتكتمل أمامهم الصورة عشان يعرفوا فين رايح ازاي. فمثلا ما يتعلق بحرية تداول المعلومات، لأن احنا بقالنا فترة في تقرير الرصد الإعلامي بنرصد ما له علاقة بحرية تداول المعلومات في التقرير، بنرصد تصريحات المسؤولين، بنرصد تفاعل المجتمع المدني مع ما له علاقة بحرية المعلومات، فبتكتمل الصورة. فكرة توحيد الخطاب الإعلامي ده اتطرحت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، منها مثلا في مؤتمر بتاع وزراء الإعلام العرب، اتكلم مكرم محمد أحمد حوالين أهمية، مكرم محمد أحمد هو المسؤول الأول عن تنظيم الإعلام في مصر وفقا لتشكيل الهيئة الأخير، توحيد الخطاب الإعلامي. مش بس ده، كلمة الوزير أحمد أبو غيط رئيس الجامعة العربية كانت بترسخ الفكرة دي حوالين فكرة أن الإعلام كان سببا مهما فيما يتعلق بانتشار الإرهاب، وده طبعا كلام يتنافى تماما مع حقائق التاريخية. في مصر عندنا وقائع إرهابية وتطرف من قبل 81، وساعتها لو نتذكر ما كانش فيه إلا إعلام حكومي وموجه، والقناة الأولى والقناة الثانية، الأهرام والأخبار والجمهورية، لم يكن هناك أي نوع من أنواع وسائل الإعلام المستقلة في وقتها. فالتوقيت مسألة في غاية الأهمية، ليه في هذه اللحظة بيطرح مشروع القانون أو بيقولوا إن هم يخلصوا مشروع القانون، ليه كمان في بيتكلموا حالين إن مشروع القانون لابد أن ينتهي في شهر، ولم يتم الحديث حوالين مشاركة المجتمع المدني، مشاركة نقابة الصحفيين، مشاركة جموع الإعلاميين فيما يتعلق بصياغة قانون حرية تداول المعلومات. النماذج أصبحت مختلفة وكثيرة. عندنا مثلا في نماذج الهند والمكسيك إنه أي معلومة لو متمتعة لو تم طلبها أكثر من 3 مرات خلال السنة يجب أن يتم إتاحتها رقميا بصورة فورية في العام التالي، في العام المالي التالي مثلا. وابتدى ده يتوسع انه اغلب البلدان العالم اللي عندها قوانين ابتدت اما بتعمل ملاحق او بتعدل التشريع نفسه عشان تدخل فيه بقى معايير الافصاح الاستباقي، ايه الحد الادنى من المعلومات اللي المفروض يكون موجود. لو هنتكلم على النموذج الدولي العمومي، النموذج الدولي العمومي بيقول انه في حد ادنى من المعلومات المفروض انه الهيئات العامه كلها تكون بتتيحه. الحد الأدنى ده بيتكلم على الهيكل بتاع الهيئة، ميزانيتها التفصيلية، عدد العاملين فيها، خططها، التقارير، تنفيذ الخطط بشكل تفصيلي. ده كله الحد الأدنى اللي المفروض تكون أي دولة بتطبق قانون تداول المعلومات أو عندها قانون جيد لتداول المعلومات لازم تراعي مجموعة من المعايير دي.